نشيدنا اليوم مميزة ومعتبرة من عند العائشة السويرية من طنجة. للعائشة صباح الخير. الو صباح النور. صباح النور، اش اخبارك للعائشة؟ لا بخير وعلى خير. لاباس عليك؟ الحمد لله. كي دايره انت وكي دايرين الناس ديال طنجة؟ كل شيء بخير للعائشة. الله يطول عمرك. الله يوفقك. الله يخليك. اليوم نعم تفضلي للعائشة. كيما تكلمش غنحيي الاخت فاطمه بزاف لعبدي، غنحيي الاخت جليله هي تاعي حيت ولفت، غنحيي صاحبه الابتسامه العريضه الجميله حفيده المحمدي، حتى هما كيسلموا عليك بزاف جميع الاخوات ديال الاذاعه كلهم القدام والجداد واللي مخرج واللي باقي، الله يجازيكم بخير. شكرا ليك للعائشه وشكرا لكم على وفائكم للاذاعه الوطنيه. الله يهديك، انت اول مره غندوز معاك. ايه وشرف ليا للعائشه، ربي يخليك. شرف ليا انا، بارك الله فيك. بارك الله فيك، انت من المستمعات القدام ديالنا للعائشه. تبارك الله عليك. ايه الحبيبه ديالي، ربي يخليك انت، الله يجازيك بخير. ربي يخليك للعائشه. اذا اليوم شنو كتقترحي لنا؟ يا ربي امين لعائشه، شكرا جزيلا. اليوم اللي بغيتي اعطينا شي واحد، اللي بغيتي ربي يخليك نعطيك كوكليات نسهلوا عليه. يلا نمشيو للكوكلي اللي غنحتاجوا فيه. شنو للعائشه؟ جوج كوكليات. جوج كوكليات، المهم انا غنعطي المقدار ديال جوج، واللي بغى يزيد يزيد، اللي بغى ينقص ينقص، صافي. وراه ما فيهمش شي حاجه بزاف. واخا نص كاس ديال الزيت، بسم الله بعدا. بسم الله. نص كاس ديال الزيت عادي. جوج بصلات مشلدين رقيق. جوج بصلات مشلدين رقيق، ايه. اربعة دريسات ديال الثوم محكوكات. اربعة ديال دروس ثوم محكوكين. الملح. الملح. شوية البزار البيض. شوية البزار البيض. سكنجبير. إلا كان العود ماشي مشكل مزيان. واخا. مكانش نديرو غير هذاك اللي غبرة. صافي. واحد العوية ديال القرفة. نعوية ديال القرفة. خرقوم غبرة. الخرقوم غبرة. شوية زعفران حر. شوية ديال الزعفران حر. وهذا مشماش واحد الحفينة. ايه واخا. واحد حفنة ديال اللوز مسلوق ومنقي ومقلي ومهرمش. ايه واخا. صافي هادشي اللي كاين الزيت. تبارك الله عليك. هذا بيض السمنه الاختياري اللي هو التزيين. اياه كيجي زوين رائع. التزيين تيبقى حسب شنو كاين متوفر في الدار. اي واخا. ايه هادشي اللي كاين. نعاودوا المقادير اختي. المقادير اذا نعاودوهم، غادي نحتاجوا واحد جوج كوكليات تقريبا، نص كاس ديال الزيت، جوج بصلات يكونوا مشلدين رقاق، اربعه ديال الدروس ديال الثومه يكونوا محكوكين، المليحه، شويه ديال الابزار بيض، سكينجبير يكون من الاحسن عواد ما كانش غبره، عويد ديال القرفه، الخرقوم غبره، شويه ديال الزعفران الحر، حفنه ديال المشماش، حفنه ديال اللوز يكون مسلوق منقي ومقلي ومهرمش. ياك لاله عائشه والبيض السمان تاع هو. مرحبا لاله، تفضلي. اييه اذا نمشيو معاك للطريقه. اييه دوك الكوكليات تيكونوا مغسولين، عندنا بايتين مغسولين منقيين مرقدين بسكنجبير، كل وحده كتعرف كيفاش تصايبها سميتو ديالها، يكونوا ناشفين. صافي كنشدوهم الى غدا عليه، كنفرقوهم على النص. اييه كل وحده يعني كل كوكليه فيها جوج نصوصه. واخا. كنديروها في الكوكوط مع بصيله، ومن الاحسن تنشحوا البصله هي الاولى مع زويته باش كتعطي داك لوكو. واخا. كنشحروا ديك البصيله مع زويته مع مليحه. نعم. وعاد كنديروا ديك الكوكليات. ونديروا فيهم التوابل كاملين اللي ذكرنا، الملح، الثوم، الزعفران الحر، مزيان كامل التوابل حتى كتقلى مزيان ونقلبهم جميع جهات. من بعد كنمرقوهم. واخا. نحطو عليهم 20 دقيقه في الكوكوط. اييه. كنشدو داك المشمش اللي عندنا كنكونو رطبناه في شويه الماء. صافي ايوا كان ملي كندوز ديك 20 دقيقه كنطلعو على ديك الكوكوط ديالنا، الى طابو الكوكليات كنزولوهم. كنديرو المشمش لتحت. واخا. وعاد نديرو فوق منهم دوك الكوكليات. اذا غنفرشو المشمش هو الاول. ايوا باش تجي باش الكوكليه تاخذ النسمه ديال المشمش. ديال المشمش. صافي شويه. يكون شويه ديال المراقيد حتى
كان يتشرب من داك المرق ديال المشمش، نزولو ثاني دوك الكوكليات ونخلي المشمش حتى تيعقد مزيان، ما كنديرو ليه لا سكر لا والو، غير حلاوته هو. واخا صافي تبارك الله عليك. كلشي ربي يخليك. ملي كيطيب كلشي كناخذو صحن التقديم كنديرو فيه داك الكوكلي كنصفو هكذا، تجي بحال الورده. اييه الكوكليات هكذاك، وتنديرو فوق منه داك المرق اللي كيعقد والمشماش، ونرشو بالنوز الهرمش اللي هرمشنا. ممتاز. نكونو سلقناه ونقيناه وهرمشناه، سينو نحمرو في الفرن. نعم تبارك الله عليك. والبيض كيكون مسلوق تيتزين توازين. الله يبارك فيك، خفيف ظريف. اييه كنت غنعطي الحوت حيت مولفه بزاف، كنعطي الحوت كنت غنعطي الحوت، قلت انا كنغير. مازال غنتلاقاو بك في الساعه الثالثه ان شاء الله. أيه عائشه. أيه وتقترحي لنا اطباق سلطه؟ لا باقي معنا، نشوف غير مع لفتره. الا ما بقاش صافي ماشي مشكل، الا كان الوقت مخا عطينا بعجله سلطه ديك الساعه. سهله سهله، سلطه ديال القرعه خضراء. اييه واخا غنغسلوها مزيان نقيوها، نزولو لها هذوك الرويصات الا كانت ما فيها والو، شويه كنكرطوها بالمويس ونحكوها طولي سيره. صافي كنديرو زويته في المقله ونقليو هذيك القرع اللي عندنا بمليحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الطريف ديال الثومه، ديال الثومه محكوك. ايه صافي حتى تتشرب وطيب مزيان وما يكون فيها لا ما لا والو، كنديرو عليها البيض. ايه ونديرو البيض. صافي البيض مخلط صافي وكتقدم. تبارك الله عليك. كتقدم بحال قلتي المخ. سهله شكلها سهله. لا لا انا سهلتها عليكم في الصباح. ممتاز الله يسهل عليك لالا عائشه، شكرا لك على هذه الوصفات. نتلاقاو بك الساعه الثالثه ان شاء الله، تعطينا ايضا اطباق رائعه وشهيوات ونصائح منزليه من عند عائشه الصويريه من طنجة.